2 كوب بسكوت مطحون، ربع كوب زبده، نص كوب نص معلقه صغيره زنجبيل مطحون، 2 معلقه كبيره سكر، 2 كوب كريمه مخفوقه، كوب قشطه مغلف كريم كراميل، كوب جوز، ونص كوب شراب العقيب. طيب اول اشي بدي اقول لك عن البسكوت، عشان يصير طعمه زاكي بحط معه السكر، بحط معه الزنجبيل وبخلطه مع الزبده. هلا هدول انا بعملهم بعجنهم بايدي، وانا خليني اعمل الطبقه اللي بالنص، هي اللي بالنص هاي وهي اخر طبقه، فهاي خليها هلا مع بعض، وهدول لك اللي هو الكريمه والقشطه والكريم كراميل. يلا تمام. طيب وانا برضه بما انك رح تخلطي انا رح اخلط هون كمان عشان مره واحده، واحنا عم نخلط ما رح يسمعون الناس، يا رب ما اوقع الدنيا. بتعرفوا ايش بدي اعمل؟ بدي احطها على الخلاط هون. اوكي القشطه كامله. انا بس هون درت الفراوله مع ال زي ما هي والقشطه. يس يلا بدي اشغل شوي على بقواطي. يلا وانا بدي اشغل هاي. طيب اوبس خبطوا ببعض. طيب هلا بما انه احنا خافقين الكريمه احنا كان بس بدنا نخلطهم مع بعض يعني. اوكي فهي هاي هيك، ناخذ هاي هيك هيك. التكستشر لازم يكون صح؟ كثافتها هيك لازم تكون، ما هي هاي بتدخل الثلاجه وبتعلق ما بنقدر نفكها. لا بمزح. عادي لو كانت سائله شوي اوكي تجمد مع ال تجمد بالثلاجه لانه فيها كريم كراميل. وهي هاي جاهزه كمان عندي ليمه، بدي احطها بصحن عشان تبرد. اوكي بحاول انه يكون صحن شوي كبير، عرفتي زي هيك، بدي احطها عشان تبرد. وهاي هي الصوص للبسكوته يس اللي طلعناها، فبدي اخليها تبرد جنب البسكوته برضه. شكله كثير زاكي صراحه. طيب لولو هلا ازيد البتر على ثاني بس خليني اقيم هاي هون. لا ما 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 ثاني قبل هاد بدنا نعمل الطبقه الوسطانيه اوكي، اللي هي بس بدنا نحط شوي كراميل ميبل سيرب اللي هو شراب القيقب. اوكي ميبل سيرب اللي بنحط على البانكيك، راح اسخنه مع الجوز. تقدري ما بنحرق؟ لا لا ما هو سكر زي كراميل بس ما لازم اطول. اوكي يعني سؤال جيد. خليني اعطيكي سباتولا، هاي وحده. هذا رح يصير قاسي ولا رح يضل؟ لا لا رح يضل هيك، بس انا بدي نكهه الميبل سيرب او الشراب مع الجوز كثير زاكيه بتكون. رح احطها بين يعني هلا بحط طبقه بسكوت بعدين بنحط طبقه هذا بعدين فوقها، بتعطي هيك الكرانشينس بالضبط. شطقن انا رح اكل اول واحده. حبيت طبعا انت عمرك خليتيني اكل قبلك. بعدين ليما احب ما عليها تيجي تدوق وانا عم بعمل الاشياء. ليما يا قلبي تعالي حبيبتي. حبيبتي ضلك حركي لنا هاي، خليني اعمل البسكوت. هو انا ما في اشي بعمله الا اني احرك. ما انت بتموتي بالتحريك، بتموتي. مين بذكرك؟ بتموتي. ليا هلا عم تحضرنا اختنا الصغيره، ان شاء الله المره الجايه بجيبها لانها زعلت وحردت. طبعا هي عباره عن اشي عمره 4 سنين بس حردت، سمعتني حكي للصبح رح تعمل كب كيكس، المره الجايه بنجيبها. طب لولو هذا قد ايه رح ياخذ وقت؟ هذا رح ياخذ وقت. اوكي انت ما ضلك تقيميها لانه هذا بفصل. لا ما انسى ثاني بصير يرجع يضوي. يلا هلا بغلي. طيب يلا انا هون عندي مش عم بطوي ايش في هاي ضوى ضوى ايوه ضوى. اوكي هون زي ما حكيت بدي ارجع اعيد، حطيت البسكوت المكسر مع انا عامله البسكوت شبه بودره، بليز نشوف البسكوت. وحطيت السكر عشان يعطي قرشه، وحطيت هاي البسكوت، وحطيت الزنجبيل، وهي الزبده بدرجه حراره الغرفه زي كيف طبقه التشيز كيك
اللي تحت هيك. خليني أعملكم هاي هيك إذا بدك. أوكي بدي أعجنه ليما ليصير. هلأ شوفي مش زي التشيز كيك بالضبط، ما بدي إياه كتير ماسك، يعني لو كان أنا نسبة الزبدة مش أقل من تبعت التشيز كيك. أيوة يعني في احتمال تفتفت معنا. هاي خلص ذحين عن النار بليز. أوكي لهناك خلص. خليني أطفي الغاز بس خلينا نورجيهم كيف إنه بس صار يغلي شوي. ما خليته يغلي كتير، خليته بس يغلي شوي عشان ما بدي اياه ينحرق. برضو بتركه على جنب عبال ما انا اخلص البسكوت. بدك اجيب لك الكاسات. بصير هلا هيهم تحت. هدول لا هدول اه اوكي. هلا رح احط بمعالق. شايفين كيف قصدي مش ماسك حاله، بس انا بدي نكهه الزبده. هو هيو لسه فارط بس انا بدي اياه هيك عشان هو رح يجي باكواب. تمام اوكي رح نشلح الكفوف، نجيب معلقتين. تمام لي ما حطينا معلقتين بسكوت بكل بس معلقتين هذا على فكره هدول الاشياء ما بياخذوا وقت ولا بياخذوا جهد، كثير سهلين. لا كثير سهلين، ما انا بالعمله نقيت لك اشياء سهله عشان انت ما تستصعبيهم. انا استصعب الطبيخ يا لولو الله يسامحك. ما رح اعلق عاد انا خبيره يعني ما رح اعلق. بس لا ليما مره انا كنت مسافره، خليني اذكرك بشغله عملتيها. الفوتوتشيني شكله ما غيره. لا مره ليما كنت مسافره فتحت سكايب عشان تقلي كبه. حرقتهم. حرقتهم. طب انا يعني ما هو انا شو بستفيد؟ لا كمان حطي بكلهم. ما اوكي. اوكي رح افضي هاي. ليما معلقتين مو معلقة. هاي معلقة. اكثر شوي كمان. رح افضي هاي بالكيس. ما هو اذا عندي شيف بالبيت. ليش؟ صح ليش اطبخ اعذب حالي؟ عن جد كرشي عم يكبر لحاله. هلا هي هاي لازم كانت تدخل الثلاجة الخلطة بس لضيق الوقت. هيك كويس لولو؟ لانها هيك رح تسحسل مش رح تعطيني الشكل اللي بدي اياه، بس مو مشكلة. بس كمان معلقة. اهم شيء كمان معلقة وبحط معلقتين. لا كثير دقيقة انا الحمد لله. ان شاء الله. طيب. اوكي. هاي جاهزة. غير جاي يفضي هاد. بدي اطول صحن. نقدر نساوي البيس بسكوت مثلا زي اوريو وهيك ولا ما بطلع تيست حلو؟ مش مع كراميل لا، بتخيل بسكوت عادي. صح يعني نقدر هلا نفس الطريقة نعمل فيها ألف اشي. بس لا مش مع كراميل. انا كثير بحب الاوريو عشان هيك وانا بطحشوا معي اشي. اوكي شايفه ليما وين رح احط الجوز؟ وبدي اياه يكون شوي مبين من الاطراف. هلا لاحظي اني ما عم بحط الجوز مع كثير ميبل سيرب عشان ما يتشتش الخبز. الخبز ايوه رغيف خبز. ماي صارت شو اسمها؟ فتة. ما يتشتش ال نقدر نستخدم ايمي هذا تحت بليز. نقدر نستخدم نوت تانية انه مثلا لوز. بنقدر بيكونز بطلع كثير زاكي. هاي كثير كتير. ايش هم؟ البيكون الجوز بعرفه بس تخوتي علي. وعيدتني الكلمة كمان. اوكي بس هاي ما بكبه هذا رح احطه فوق. هيك درزلينج يعني. ايوه درزلينج. ويلي يعني بفهم. على ايش ليما بتقولي عشان اصحابها عم بيحضروها هلا خليني افضح حبايبي. قال ما بدي اخلي اصحابي يحضروني عشانك انت عم تحرجيني اني انا ما بعرف اطبخ. طب ما انت ما بتعرفي تطبخي. لا يا الله اصحابي هم اللي بيعرفوا اني بعرف اطبخ. بالذات يعني اللي سافروا معي. وكمان مره انت كنت انا مش عارفه بالشغل ولا مسافره ولا اشي شو عملتي؟ ايش؟ اوزي. وبابا كثير حب صراحه ما بتذكر. طلعتني كذابه. اني خليني معاكم انا
رح نحط هلا هاي الكوت الاخيره، وصراحه رح احطهم بالثلاجه لنهايه الحلقه عشان يضبطوا.